Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Et machallah, la leçon numéro 3, les leçons de langue, les la leçon du récit discours. La leçon est très importante. Parfois, l'examen régional, le la leçon de l'énonciation. Le discours rapporté, un discours direct ou indirect. هنايا اون بتيت ديفينيسيون قال لك لو ريسي لو ديسكور كونستيتي دو نوسيون ليتيرير اوبوزي قال لك بلي راه لو ريسي ولي ديسكور هما واحد جوج المفاهيم ادبيه متعارضين علاش حيت لو ريسي فواحد الجهه ولو ديسكور فواحد الجهه هنايا باش نقربها لك غنقول لك بانه لو ريسي هما دوك النصوص النثريه ديك النصوص النثريه يكون يقدر يكون نص سردي وصفي اي حاجه المهم كيكون نص عباره عن واحد الباراغراف كيكون زيد كيعاود على شي حاجه ولا شي بيرسون ولا اي حاجه هنا الديسكور كيكون عبارة عن حوار يعني ديالوج شي حاجة بحال هكا كيكون عوارض سو فورم دو تيغي كيكون عارضة كل واحد كيدوي في نوبتو كل واحد كياخد الكلمة وكيدوي صافي هذه هي لا ديفيرونس عفاكم خدوها مزيان وركزوا معايا مزيان هنايا باش تقدروا باش ما تلقاوش مشكل من بعد دونك هنايا كندوي ملي كناخدو لو ديسكور قال لك لو ديسكور ميونجو لو غيتوريتي دو لوكيتور هنايا ملي كنشوفو لو ديسكور كتكون كيكون داك المتكلم عنده واحد لوتوريتي يعني واحد السلطة كيكون كيعبر على واحد السلطه ديالو مثلا انا كندوي راه كنعبر على الراي ديالي وكناخذ واحد السلطه وكناخذ واحد الكلمه وكنعطي الراي ديالي فهمتي بحال قلتي عندي واحد المكانه شويه او كونترير قال لك او كونترير الريسي لا كيكون سونتري كيكون سونتري سور لا سيتوياسيون دينونسياسيون يعني هو ما كي ياخذش بعين الاعتبار ديك لا سيتوياسيون دينونسياسيون شكون كيدوي مامن وداك الشيء لا ولكن كيرتكز بزاف على لي رونسي الويميم يعني الخبر يعني هو اللي كينقل لينا واحد الخبر انا كنعاود لك على واحد الشخص داك الشخص ما كيهمش وداك الشيء ولكن الخبر اللي غنعطيك انا هو اللي مهم المهم هو داك الشيء اللي غنقول لك طرا لي مثلا نقول لك هنايا واحد صاحبي طرا لي واحد السنه هذه كيضحك هذه نقول لك طرا لي في القسم داك السيد وانا وهذا الشيء ما كنهموش حنايا الحاجه اللي مهمه هي الخبر اشنو طرا لي اشنو داك السن اللي طرا لي دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هنايا دونك هنايا ناخذ واحد دوز اكزومبل ليكزومبل الاول ديال الغيسي وليكزومبل الثاني غيكون ديال الديسكور ليكزومبل الاول ديال الغيسي مقتطف من لاباطا ميغفي ديال احمد السفريوي ملي مشى سيدي محمد هو ومولا لا زبيده عند رحمه للدار بقات الوالده ديالو كدوي مع رحمه في واحد شي بلاصه تما في الدار ديالهم بقات كدوي معاها وسيدي محمد لا بقى جالس كيشوف زينب كدوي مع كتلعب مع واحد المش في واحد القنيته صغيره من بيتهم كتلعب مع واحد المش وكتوريه واحد المورصو صغير ديال الزاج يعني شي مرايه مهرسه ماشي زاج ولكن مرايه مهرسه خذات منها واحد المورصو صغير وكتلعب به وكتوريه داك المش وداك المش بقى كيشوف فيه وكيشوف عين كبيره كتشوف فيه يعني عينو بيان سور وبغى يقيسها واحد الوقت ما قدرش يقيسها وشويه ويتخلع واحد الوقيته تخلع ونقز وملي شافته زينب نقز بديك الطريقه وتخلع بقات كضحك عليه ايوا صافي هادشي اللي طرا هنايا بيان سور الا كنتي غير شفتي لا لوسون فايته كتعرف بانه ايساجي دان غيسي علاش حيت كاينه ال لانيمال وكيدوي على ايل سواء كان كيدوي على زينب سواء كان كيدوي على الحيوان راه على المش بيان سور راه بجوج بيهم حتى واحد فيهم ما حاضر راه حتى واحد فيهم ما حاضر حتى سيدي محمد هنا راه ما حاضرش شكون اللي حاضر حاضر احمد السفريوي علاش لانه كاين لامبارفي راه قلنا في لا لوسون ثانية من لا لوسون الاولى باردون من الدروس ديالنا راه قلنا بانه الى لقيتي لامبارفي بلا الباسي سامبل عرف راه لو ناراتور ادولت اللي كيدوي يعني احمد السفريوي ماشي سيدي محمد عافاكم هذه نقطة راه اللي ما شافهاش يشوفها راه مهم بزاف حيت هاد لا كيسيون تطرحات واحد المرة وبزاف ديال التلام ما قدروش يجاوبوا عليها وراه كيسيون سهلة ماشي شي حاجة صعيبة دونك ندوزو ليكزومبل الثاني ديال الديسكور ليكزومبل الثاني ديال الديسكور اللي هو مقتطف من لاباطا ميغفي ملي مشى سيدي عبد السلام الوالد ديال احمد السفريوي سيدي محمد ملي مشى خلاهم ملي مشى باش يخدم كومان واسونور فواحد لا مونطاني فواحد الجبل خلاهم في الدار وغيخليهم لمده شهر وبقى سيدي محمد كان مريض ديك الساعه وبقى كيشوف شويه بدا كيدوي مع الوالده ديالو هنايا راه الا لاحظتوا ايساجي سو فورم دو تيغي يعني كاين هنا دي تيغي كما قلت لكم في الاول عافاكم راه اي حاجه كنقولها عقل عليها راه كنقول لك هنايا الا كانوا دي تيغي يعني راه حوار هذاك ايساجي دان ديسكور بلا ما تشوف بعيد ولا لقيتي دي تيغي عرف راه حوار ديسكور من الاخر قالت لي شويه دواء معاها ما سمعتوش
قالت لي اتي بارلي، قالت لي واش انت واش دويتي، بحال قلتي شي واحد دوا معاك وما سمعتيش، قالت لي واش دويتي، قال لي سولت سيدي محمد، قالت لي واش دويتي سيدي محمد، قال لي اه، قلت لك واش، قال لي اه امي، قلت لك واش واش واحد واش شهر طويل، حيت قال لهم باهم غنبقى لي مده شهر عاد غنجي، قال لي ها واش شهر طويل، قالت لي ها ودي راه شهر كيبقى شهر، ولكن ولدي بالنسبه لينا شهر غادي يدوز بحال قلتي غيدوز طويل، غيدوز قرن فهمتي، ياخذ مده قرن عاد غيدوز. دونك هنايا راه باين ديسكور بلا ما تفكر بزاف، غتلاحظ غير لي طون جو تو دوموند، وغتلاحظ لي تيغي، وغتلاحظ بانه دي كيسيون واحد كيسول وواحد كيجاوب، راه حوار هذا. ثانيا غندوز لي كاركتيرستيك، لي كاركتيرستيك هما المميزات، يعني المميزات ديال الغيسي والمميزات ديال الديسكور. قال لك هنايا الغيسي كيتميز بواحد لا دومينونس، يعني واحد الهيمنه ديال الباسي سامبل ولا امبارفي، ما يمكنش تدوي على الغيسي وما فيش الباسي سامبل ولا امبارفي. بعدا هنايا الباسي سامبل راه بحال الباسي كومبوزي، غير الباسي سامبل كيستعملو الكتاب والروائيين وداكشي، والباسي كومبوزي كيستعملو الناس العاديين ولا نتوما فاش كتبو برودكسيون كريتيكوم وداكشي. وهنايا الامبارفي راه حتى هو ماضي، غير الفرق بينه وبين الباسي سامبل هو انه كيكون واحد الحدث اللي هو مستمر في الزمان. هنايا الباسي سامبل لا، كتكون شي حاجه طرات صافي طرات وحبسات، تقول لي دوطفا ولا شي حاجه بحال هكا، شي حاجه طرات صافي طرات في واحد المومون بريسي. هنايا لا، لامبارفي كتكون شي حاجه مستمره في الزمن، مثلا تقول لي مثلا الشتا كانت كطيح، شي حاجه مستمره كانت كطيح، ماشي تقول لي طاحت، لا تقول لي كانت كطيح، راه حتى العربيه راه بحال ميم شوز. او دونك كما قلنا، مثلا نعطيك هنا على سبيل المثال، مثلا كتعاود لي انت على شي صاحبك مثلا طرا لي شي ستون، غتقول لي ما غاديش تخدم هنايا بالبريزون ولا بالفيتور، غتقول لي صاحبي غيطرا ليه لا، ولا تقول لي صاحبي كيطرا ليه لا، صاحبي طرات ليه، يعني غدوي هنايا بالباسي بالماضي باش غدوي هنايا، ولا لامبارفي صاحبي كان طرا ليه ولا طرا ليه، هادشي اللي غتقول لي. دونك كتكون واحد لا تخوازيام بيرسون دو سانغولي ولا دو بلوريل، كما قلنا راه غتقول لي صاحبي يعني هو، غدوي على شي واحد غايب إل، غتستعمل ايل ولا ايل افيك اس، مثلا كتعاود لي على الدراري ديال القسم ديالكم غتقول لي ايل افيك اس، ولا لي في غتقول لي ال افيك اس. دونك هنايا باغ كونطخ لو ديسكور ايل سيكري او سو بارل او بريزون، يعني هنايا باش ندوي على الديسكور كيخصك يكون عندنا البريزون، مثلا انا وياك جالسين لينا فريد في شي قهوه وكندوي بيناتنا كنتحاور، غنتحاورو بالبريزون، ما انا غنتحاورو بالباسي ولا بالفيتور، لا غنتحاورو بالبريزون، انا وياك جالسين غنبدا ندوي معاك في البريزون. ايوا بالنسبه لهنايا ضروريين واحد لي دو شوز اللي هما ضروريين يكونوا عندنا في الديسكور، اصلا هادشي باش كنعرفو ديسكور، من بين الاشياء اللي باش كنعرفو ديسكور راه شفناهم في لا فيديو الفايته، هو انه لو لوكيتور ولو ديستيناتير، انا خاصني نكون حاضر، انت خاصك تكون حاضر، انا المتكلم وانت المستمع، ولا انت المتكلم وانا المستمع، ضروريين بجوج بينا خاصنا نكونوا حاضرين، واش ممكن دوي بوحدك ونقولوا بانه اي ساجي دان ديسكور، لا ماشي حوار، ماشي حوار هذا، الا كان حوار غيكون مونولوج. وكتكون لا بروميير ولا دوزيام، وكتكون لا بروميير ولا دوزيام بيرسون دو سينغولييه او دو بلوريل، يعني انا كندوي معاك كنقول لك انت ولا انا درت، انا فعلت، انت درتي، هذه غندويو بلا بروميير ولا دوزيام بيرسون دو سينغولييه ولا بلوريل، نقول لك حنا درنا، حنا في الدار مثلا، ولا حنا القسم ديالنا، ولا السيكتور ديالنا اش داروا، هذه انت الا غتقول لي، الا كندوي معاك انت لا غنقول لك نتوما، هذه نتوما درتو، نتوما فعلتو، ولا انت درتي، يعني لي بروميير بيرسون ولا لي دوزيام بيرسون دو سانغوليي او دو بلوريل، ضروري هادو. كنتمنى تكون فهمتي، الصراحه راه هادشي ساهل، راه غير ركز معايا وغتفهم، الا ما فهمتيش عاود لا فيديو، وتا الا ما فهمتيش في الاخر كاع صيفط ليا ميساج في الكومونتير، ولا شي كتب ليا في الكومونتير بانك ما فهمتيش. ثالث حاجه ندوزو للميلونج ديال الغيسي ديسكور دون زاميم تيكست، بارفوا لو ديسكور والغيسي كيكونوا مخلطين بجوج، كيفاش مخلطين؟ مثلا كاين انا فريض انا وياك جالسين كندويو شويه، كندويو شدينا الحوار بيناتنا شويه، بديتي كدوي لي على شي واحد، شي واحد اكس، كتقول لي لا راه دار، راه فعل، راه هنا كدوي بلا تخوازي بيرسون ودخلتي لينا الغيسي، ما بقاش هذا ديسكور ولا غيسي، ديك لابارتي فاش دويتي لي انت على داك خينا راه ولات، وديك لابارتي ولات غيسي، داخله في الغيسي ما داخلاش في الديسكور، يعني ما بقاش حوار بيناتنا، وليتي لا انت كتسرد ليا شنو طرا لي، صافي هذا هو الميلونج بيناتهم. وهذا الميلونج غالبا كيفاش كنلقاو في لوطوبيوغرافي، بحال هاد لا بواط ا ميغفي مثلا،
نعطيك هنا على سبيل المثال مثلا دوك الجارات فاش كيكونوا كيدوي بعضياتهم شويه كتعاود واحد الجاره لشي مره اخرى على شي واحد على شي وحده اخرى بيناتهم ولا شي جيران وداك الشيء، راه عاودوا عياو عياو ما يعاودوا كاع الناس عاودوا عليهم، راه عياو ما يدويو، يعني راه هاد لابارتي هادي راه داخله هاد الميلونج راه داخل في لابواط ميغفي بقوه. مثلا هنايا كيكونوا في الاول حوار بيناتهم شويه حتى كدوي شي مره على شي مره اخرى ولا شي راجل ولا شي اي حاجه دوات عليها، راه كيولي غيسي ما كيبقاش ديسكور صافي، وهنا كيكون واحد الميلونج يعني واحد التخليط بيناتهم كيتخلطوا هاد الجوج. دونك ولا لي جورنال انتيم ولا لي ميموار، يعني لي ميموار فاش الذاكره فاش تفكر شي حاجه طرات لك شحال هادي كتعاود ليا، مثلا لنفرض انا وياك جالسين شويه بديتي كتعاود لي على شي حاجه طرات لك انت شحال هادي صافي. هادي هنا غالبا فين كنلقاوه بيوغرافي لو جورنال انتيم لي ميموار كي سون دي استوار ريديجي لا بروميير بيرسون، غالبا هنايا في لي ميموار ولا لوتوبيوغرافي. مثلا نفرض احمد السبيوي فاش كتب له رومون اوتوبيوغرافي ديالو كيدوي بلا بروميير بيرسون، انا درت انا كنت فعلت انا، هذه كيدوي بلا بروميير بيرسون كي سون على فوا غيسي ديسكور، يعني كيكون واحد الميلونج بين هاد الجوج. كنتمنى تكون فهمت هاد القضيه هذه وكنسميوه غيسي ديالوجيك. هكا كنكونوا سالينا هاد الدرس ديال لو غيسي لو ديسكور، كنتمنى ما تكونوش باقي كتخلطوا بيناتهم، وكنكونوا مهدنا لواحد الدرس الجاي اللي هو واحد الدرس مهم ماشي بافا كيتحط في ليكزامان ريجيونال ولكن غالبا كيتحط في ليكزامان ريجيونال ومهم بزاف، والاغلبيه ملي كيتحط الاغلبيه ما كيجيبش فيه، الاغلبيه ما كيجيبش بون نوت امور الغريكو راه ساهل، وانت ديجا راه دابا عندك واحد الباكاج على الديسكور شنو هو. دونك دابا غنخليو الغيسي وغنوليو ندويو على غير الديسكور بوحدو، غنوليو نفصلو في الديسكور بوحدو شنو هو، وهادي انت ديجا راه عارف شنو هو الديسكور، عارف واش حوار وهادي وهادي، ممكن محال تلقى مشكل. دونك ان شاء الله غادي نشوف هذا الدرس هذا، يقدر نديرو في فيديو وحده يقدر نديرو في دو فيديو لانه درس طويل. اي فوالا ميرسي بور فوتر اتونسيون.